السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتورة نادية أحمد الزرقي من المستشفى الدولي الحديث في دبي، وهنيئكم بحلول شهر رمضان المبارك، ينعاد على جميع الأمة الإسلامية بالخير والمحبة إن شاء الله. شهر رمضان يعني للكثير، فهو من أحب الأشهر إلى قلبي، شهر في روحانية وفي محبة شديدة، في إحساس في الآخرين، معرفة ما يعاني الآخرين، كيف التعامل معهم. شهر الإحساس في ذوي القربى، في كل المسلمين حول العالم بما يعانون بما يحسون. إن شاء الله يكون خير محبة وكرم للجميع بإذنه تعالى. السلام عليكم. السلام عليكم، كل رمضان وانتم طيبين، وعودوا علينا دائما بالخير والسلامة والعافية. طبعا شهر رمضان من الشهور الجميلة اللي احنا بنستناها من السنة للسنة، بتبقى فرصة دايما للتزاور والأهل والصلاة والقيام والتراويح، من الحاجات اللي بتهمنا جدا، ودايما حرص على قراءة القرآن ومتابعة الأمور الدينية المهمة جدا اللي قد تغيب عننا في فترات الدوام والشغل. هنا عندنا فرصة جميلة في هنا ان اللي احنا الدوام نسبيا بيبقى اقل من الايام العادية، فده بيدينا فرصة ان احنا نقدر نتعبد لربنا. ودايما ببقى حريص على تقليل الاكل مش الاكثار منه ابدا، وبوصي كدكتور المرضى ان هم يتهزوا فرصة ان حتى لو واحد وزنه زايد بشكل او باخر من الحي اللي قبله وزنه، واستغل رمضان في الرياضة والجري والأمور الجميلة جدا مع التزاور بالأهل. وكل سنة وانتم طيبين، وكل رمضان وانتم طيبين إن شاء الله خير. شكرا جزيلا. مرحبا، اسمي مهند محمد عبد الرحمن، بحب أهنيكم بقدوم شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة. طبعا شهر رمضان المبارك له ذكريات كثيرة في أذهاننا، وفي عادات وتقاليد نعملها جدا رائعة. طبعا شهر رمضان اللي هو أحلى إشي في شهر رمضان اللي هي لمة الأهل ساحة الإفطار، وبعد ذلك طبعا اللي هو الذهاب إلى المسجد لصلاة التراويح وصلاة القيام طبعا. وطبعا شهر رمضان المبارك شهر الرحمة والمغفرة وشهر التسامح، وإنه نسامح الناس، نسامح بعضنا، وتكون قلوبنا على بعض. فكل عام وانتم بخير بمناسبة هذا الشهر، وتقبل الله طاعاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا فاطمة عبد الله خوري، وحبيت أبارك لكم بمناسبة الشهر الفضيل. كل سنة وانتم طيبين، وكل عام وانتم بخير، وعساكم من العيدين. يوم نتكلم عن رمضان نتذكر اللمة مع العائلة والأهل والأصحاب، والذكريات الأيام الطفولة الحلوة والجميلة، وفطور وسحور، وطبعا العبادات والأعمال الصالحة، مساعدة المساكين. وكل عام وانتم بخير، وينعاد عليكم بالخير والبركات. شكرا.